شو عبد الكريم قال الجثث التي توفيت في الجزائر ترى محاولة الحرق إلى الضفة الأخرى ومن مدينة التوريد الآن يصل إلى الحدود المغربية الجزائرية في هذه اللحظة بالذات، وهم من مدينة التوريد والآن على المباشر طبعا على المباشر الحدود الجزائرية المغربية، سميوها جوج بغال ولا سميوها جوج كتا ولا اللي بغيتو اللي بغيتو سميوها. الآن الجثث تسلم بين دولة إسلامية ودولة إسلامية، كارثة بكل المقاييس، كارثة بكل المقاييس. الآن على المباشر تسليم الجثث بين الدولة المغربية والدولة الجزائرية على الحدود جوج بغال، كارثة مباشرة الحدود. نرى في هذه اللحظة وعلى المباشر الحدود الجزائرية المغربية جوج بغال تسليم الجثث ضحايا المغاربة وهم من مدينة التوريط في محاولة العبور إلى الضفة الأخرى، موت غرقا عمالة التوريط عمالة التوريط أموات جوج بغال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا محمد رسول الله، 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 إنا لله وإنا إليه راجعون.